افتتح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي أهلا مدارس 2023 الذي يتزامن مع انطلاق أمثاله في جميع المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توفر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك ولمجابهة زيادة معدلات التضخم. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم. النهاردة يعني المعرض بيضم أكثر من 170 عارض بيعرضوا كل طبعا الأدوات المدرسية، الشنط، الأقلام، الكراريس، الكشاكيل، كل الحاجات الأخرى، الملابس، الأحذية، المنتجات الغذائية أيضا. فالحقيقة في يعني تنوع شديد جدا في المعرض. لكن الحقيقة من مصاحب هذا المعرض أيضا يعني طبعا شهدنا انطلاق 84 سيارة بتمثل معرض متحرك، وال 84 دول هينتشروا في ربوع الجمهورية. ولكن أيضا الأهم إن زي المعرض اللي إحنا بنفتتحه النهاردة، إحنا عندنا على مستوى الجمهورية 480 منفذ هيبقى بيشملوا نفس هذه النوعية من المنتجات، منهم 58 معرض رئيسي على نفس المستوى اللي إحنا فيه النهاردة. المعرض ده يمكن السنة الثالثة أو الرابعة ليه، زي معرض أهل رمضان اللي إحنا بنعمله برضو من 8 سنين. المعرض ده الهدف منه ان احنا نساعد السادة اولياء الامور وتوفير الحاجات المدارس، خاصة ان بره الاسعار غالية. والحاجة التانية الجديدة السنة دي برضو دخلنا شركات توزيع السلع، اللي احنا وفرنا السلع الغذائية الضرورية المطلوبة للأهالي والمواطنين. أولا المعرض هيبدأ من 15/9 حتى 29/9، ده المعرض الرئيسي في محافظة القاهرة. في بعض المعارض في المحافظات وفي القاهرة الكبرى هتمتد لمدة شهر. عدد المعارض الرئيسية وصل إلى 52 معرض رئيسي في المحافظات وحوالي 20 عربية متنقلة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. بتشارك النهاردة الشركات العاملة في مجال القطاع العام وشركات القطاع الخاص. نسب التخفيضات بتتراوح من 15 إلى 25%. المعرض الرئيسي مقام على مساحة 6000 متر مربع، في 170 شركة موردة مشتركة معانا هذا العام، ما بين تعرض المنتجات الخاصة بالملابس والأحذية والأدوات المكتبية وكل ما يتعلق باحتياجات البيت المصري أو الطالب المصري، بالإضافة إلى ركن أساسي خاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية اللي تابعة لوزارة التموين.